الزواج هو نقلة هامة بحياة اثنين من الأشخاص، من حياتهم الفردية اللي بينفردوا فيها بالتفكير وبالقرار وبالحياة وبيتحمل مسؤولية شخص واحد في بعض الأحيان، إلى الشراكة مع نصف آخر بكل تفاصيل الحياة، من الأكل لللبس للنوم للمصروف لكل شيء. هذا الشراكة بحد ذاتها يمكن عند البعض بتخلق صعوبة، وعند البعض الآخر ممكن يكون بيتقبلها بشكل عادي. أنت شلون بتشوفي نور؟ هلا مفهوم الشراكة إذا بدك ترجميه على الأرض سلمى هو مفهوم جدا جميل، المشاركة. يعني بيقولوا للأم أهم شيء تعلميه بالبداية لطفلك هي المشاركة والتشاركية مع الآخر. فلما نحكي بإطار أوسع بإطار الزواج، المشاركة جدا جميلة، بس لازم نعرف بهذا الزمن قديش هي المشاركة ممكن تكمل وصعوباتها. يعني اليوم عم نحكي عن السوشيال ميديا، اليوم عم نحكي عن أوضاع اقتصادية صعبة، معيشية قاسية. اليوم مثلا بتلاقي كان في قصص ممكن الزوجين بيتفقوا عليها، السوشيال ميديا صار عم يكون إلى آثار سلبية. صحيح. الناس عم تشوف الكوبلات قديش مبسوطين وسعيدين عم يشاركوا أهم لحظات حياتهم، وهذا اللي بنشوفه على السوشيال ميديا فعليا، اللي هو ممكن ما يكون صحيح. هو فعليا فقط لجمع الترند واللايكات، فأحيانا عم يسبب أزمة خصوصا لجيل اليوم، لأنه عم يكون في اختيار باختيار الشريك في أمور كتير صعبة، في قدوة خاطئة. نحن دائما بنقول اليوم اختيار القدوة ما يكون من الظاهر اللي نحن عم نشوفه على السوشيال ميديا للأسف، لأنه في أحد الشركات عملت فيديو أنه خلف ما تراه اليوم على هاي صحيح الصورة صحيح، أنه هذا الشخص ممكن بيمسك كاسة بيصور معه أنه هو سعيد، بعد شوي بيكبها لأنه هو أخذ فقط للصورة. وهيك الحياة، أنا ما فيني أخذ شخص أو نقي شريك حياة اليوم فقط لأنه هو رح يكون مناسب للصورة. بس هيك حتى تأثير السوشيال ميديا، ليش عم نحكي عن هيدا الجيل خصوصا بالزواج والارتباط، بتشوفي الكوبلات قديش مبسوطين وكذا، لما يحل الانفصال بتشوفي بقى بيطلع يعني كل شيء بيطلع، قديش في قصص ومخباي وقديش عم يعانوا والفضائح. فهيدا مؤلم لانه جيلنا جيل اليوم عم يتابع السوشيال ميديا، عم تاخذ حيز كتير كبير من اهتمامه. بس اختيار الشريك اليوم، العاطفه ولا العقل قديش بيلعب دور؟ سابقا ما كنا نشوف قديش العقل كان بيحكم، اليوم عم يكون في عاطفه ولا يكون في تشاركيه؟ نحكي عن هيدا الموضوع اكثر بشكل موسع. معنا الدكتوره تغريد مسلم، استاذه في علم النفس. اهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. يسعد اوقاتك دكتوره، وصباح الخير. بيعلم الاجتماع، اهلا وسهلا فيك. انت لانه بتعالجي نفسيتنا فنحن بيعلق معنا علم النفس اكيد طبعا، ومكمل يعني هو سبع اجتماع مكملين بعض بيكملوا بعض. صحيح. يسعد صباحك دكتوره. مثل ما كنا عم نقول اليوم الزواج هو نقله هامه بحياه كل شخص، وهي فعلا بيأثر باثنين، هالاثنين رح يأثروا بعدين بمجتمع، بأطفال، بأسرة كاملة. الأسس اللي لازم اليوم الشخص يفكر فيها سواء كانت المرأة أو الرجل لما بده يختار شريك حياته. صحيح. الحقيقة أنه يعني هن مو بس مؤثرين، هم أساس أساس المجتمع القادم. صحيح. فعند الإقبال على خطوة الزواج بين الشاب والصبية لابد أنه يكون فيه معايير يتم الرجوع لإلها. من أهم المعايير اللي بدي أنا أعتمد عليه أو بدي أخذها بعين الاعتبار عند اختيار شريك الحياة، أول شيء الصدق، يكون فيه مصداقية. يعني من غير المنطقي إنه مثل ما حضركم بلشتوا بالسوشيال ميديا واللي بتقدمه واللي ممكن وممكن يكون كله كذاب. صحيح. فأنا ما فيني ابني حياتي على شيء على مظاهر، وبعدين لما بتبدأ الحياة بين هالشريكين يكتشفوا بعض إنه كله كذب بكذب، وهون بيكون الانفصال، بتكون المشاكل والانفصال. فأول مبدأ لازم يعتمد عليه تكوين أو هالشراكة يكون المصداقية، اثنين يكونوا صادقين مع بعض، صريحين، عارفين الاثنين شو بدهم، عندهم أهداف مشتركة، يتشاركوا بأهدافهم، وكذلك التقدير والاحترام. هدول أساسيات لا يمكن الاستغناء عنهم حتى تبدأ ونقول الخطوة الأولى، لحتى نشوف بعدين شو هي العوامل الأخرى اللي نحن بدنا ناخدها بعين الاعتبار. هون بتجي بعدين تتدخل العائلة، بيكون في معايير للعائلة، للوضع الاقتصادي، للوضع النفسي، قبولهم هن الطرفين لبعضهم، قديش هن بيقبلوا بعض، قديه ممكن يتحملوا بعض، لأنه دائما بدهم يحطوا أما بالعين الاعتبار أنه أنا قديش ممكن اتحمل هالشخص، وهل أنا قادر أني أكمل حياتي معه لآخر العمر،
ولا لا. فهالاشياء بدهم ياخذوها بعين الاعتبار حتى ما يتفاجئوا بصدمه، لانه الحياه بتخبي لنا كثير مفاجات. يعني ممكن شفنا خلال احنا بسوريا خير مثال على المفاجات، يعني اللي صار معه حادث واصبح مقعد، واللي صار يعني ما ضل عنده عمل، و كل هالتحديات ممكن انا بدي اشوفها بحط احتمال، هل انا قادر اتحمل هالشريك اذا ساءت ظروفه، اذا تغيرت احواله، اذا تعرض لظروف مفاجئه، او تعرضنا ان الطرفين، طبعا المفاجآت ممكن تحتمل للطرفين، فهل الاثنين قادرين انهم يتحملوا كل ما تخبئه الحياه لهم، قادرين على الاستمرار؟ هون بقى بنجي بقى للخطوات الثانيه ونشوف الوضع الاجتماعي والاقتصادي والنفسي وغيره. لابد من انه الاثنين يكون في توافق، في توافق روحي وتوافق بنسميه الكيمياء مع بعض، في هيك يعني قبول للاثنين حتى يقدروا يتحملوا بعض، وبالاضافه انهم يعرفوا كل حدا يعرف مزاج وشخصيه الاخر وهل يتوافق ام قادر على التحمل لهالمزاج او لهالشخصيه. كذلك انا في عندي عائله، انه هون لما الصبيه او الشاب بدهم يرتبطوا في عائله اخرى انت بدك يعني تدخل عليها، هل هالعائله انت مقبول لها وقادر على التوافق لها، قادر انك تكون عضو ضمن هالعائله؟ لانه لما بدهم يتزوجوا رح يشاركوا العادات والتقاليد والافراح والاحزان، يا ترى هل انت ضمن هالعائله رح تثبت وجودك؟ هل انت اهل للثقه بالحياة وبالعائلة وبكل الظروف اللي ممكن نحن نمر فيها؟ هون ممكن نقول وضعوا الأساسيات لحتى يقبلوا ولحتى يجيبوا لنا يعني أسرة جديدة أو ليجيبوا لنا أفراد جدد على هالمجتمع ويبنوهم بشكل صح، لأنه البناء الصح بيعطيني أبناء صح وبيعطيني أسرة جديدة تكون صحيحة. وهي نقطة كتير مهمة اليوم، يمكن بكل الدراسات الأخيرة اللي عم تقام دائما عم يقولوا لك في ازدياد بنسبة الطلاق، يعني كان في قدسية للزواج سابقا ما عم نشوفها اليوم، يعني كان ما نسمع بحالة الطلاق بهي السهولة أو بالفترة الوجيزة، يعني اثنين تزوجوا بتلاقي بعد شهر أو سنة بتلاقيهم تطلقوا. اليوم يعني يمكن العصر بيلعب دور، السوشيال ميديا بيلعب دور، وخصوصا بتقلك المرأة يمكن هي أكثر عاطفة، بتقلك لما كنا بفترة الخطبة ما أحلى وكنا متفاهمين، بيجي للزواج الحقيقة على أرض الواقع بتكون مختلفة. خلينا نحكي عن العقل والعاطفة هون، ونحكي بداية من مع المرأة أو عن المرأة، ونحكي عن الرجل لأنه هي دائما بتتحمل المسؤولية. أنا كيف فيني اليوم حكم عقلي وعاطفتي بنفس الوقت، لأنه هي العاطفة بتحكم المرأة أكثر، وفعلياً قدسية الزواج قديش فيني أنا أسس من البداية؟ يعني لما نقول زواج يعني في أسرة، في عائلة، ممكن يكون في أولاد قبل ما تسمع، يعني لأنه في أولاد لازم نحافظ على هاي الأسرة. اليوم في استسهال إذا فينا نحكي بهي القصة تحديداً. صحيح، يعني العاطفة ضرورية لبناء العلاقة لكن لا تكفي، والعقل ضروري لكن لا يكفي، للأسنان معا هم ضروري، يعني لابد من أن يكون في عاطفة وفي عقل. المعروف أنه نحن دائما تصرفاتنا تكون مبنية على مشاعرنا، ونحن شعب عاطفي، فلذلك بنندفع وناخذ قراراتنا وفق لعواطفنا، وهون بنقع بالفخ، نجي بعدين لفترة العقل ونفكر بالحياة شو يلزم الحياة، نصطدم بالواقع، ولذلك نحن عم نشوف حالات طلاق كثيرة وكانت فعلا غير مقبول، يعني كانت حالات الطلاق أو تقول مطلقة، يعني بينحط كثير محاولات حتى ما توصل، لأنه سمعة اجتماعية يعني منا لائقة بالمطلقة. هلا حاليا عم نشوف انه لا، ما عاد في مشكلة بهال، يعني عم نشوف في تغير بالقيم اللي هي نحن اعتدنا عليها، يعني صار الطلاق ايه مقبول، لا هي بتطلق يعني بتحط مهر عالي وبعد شهر شهرين بتطلق بتاخذ المهر، او هي بتتزوج لبرستيج اجتماعي وبعدين ايه ما عندها مشكله تنفصل. لا كمان عم نشوف هلا ظاهره انه الفتيات يعني عم تنطلق للخارج، عم يكون في زواج من المجتمعات الاخرى غير مجتمعاتنا غير ثقافتنا، عم نشوف تزوجت ايطالي الماني روسي شو كل الجنسيات، عم نشوف
انه هي عم تنطلق لمجتمعات اخرى، وهذا شيء غريب وصعب يعني انه نحن نقبله. او بالعاده يعني كان العكس، كنا نشوف الشباب يطلعوا، نشوف الشباب يطلعوا يجيبوا اجنبيات او قعدتهم بقلب. هلا صرنا عم نشوف العكس، هلا عم نشوف البنات، يعني عم نشوف البنات هن اللي عم يطلعوا لبرا، يعني عم بيلاقوا حلول حتى لو الازمه موجوده. الشباب ما عم تتزوج، الصبايا عنا عم يلاقوا حلول. فاحنا بنشوف انه في تغير بالقيم، وفعلا صار حالات الطلاق كثيره وشائعه ونسب الطلاق تزداد. البعض بيقول انه الوضع الاقتصادي، مو بس الوضع الاقتصادي، لانه سابقا اهالينا تزوجوا ما كان في وضع اقتصادي منيح، وتزوجوا على اشياء بسيطه وقامت حياتهم على اشياء كثير بسيطه. بس ما هذا شيء مخيف لما نقول لانه القيم تبدلت وتغيرت؟ يعني ما شيء انذار يعني؟ هيدا لما نقول عم ندق ناقوس الخطر اليوم. صحيح. لانه نحن مسؤولين عن تربية جيل بأكمله، فلما صحيح. تتغير هي المبادئ والقيم بالأخير أنا بدي أنقل للجيل القادم. صحيح. الحقيقة ناقص الخطر مو اليوم، ناقص الخطر كان مع بداية 2011، لأنه الحرب اللي كان أساس الحرب على سوريا هي حرب ثقافية لضرب قيم ومعتقدات وعادات هذا المجتمع. وبالتالي اكتملت كمان، اجت السوشيال ميديا مرافقه لها ودعمتها وقوتها، عززت يعني ثبتتها. يعني نحن اذا هلا بنشوف يعني الابناء وحتى كل افراد المجتمع بنشوفهم انه، او خاصه الابناء، بنشوف غالبيه الوقت وين عم بيكون موجود؟ عم بيكون موجود على السوشيال ميديا. يعني كانت الاسره هي الاساس بالتربيه، ثم المدرسه، ثم يعني فهلا عم نشوف المربي الاول هو السوشيال ميديا، عم بيرجع للسوشيال ميديا، عم ياخذ كل معلوماته كل افكاره من السوشيال ميديا. طيب اذا انا كانت سلوكياتي هي مبنيه على ما في داخلي، على ما حصلت عليه من معلومات وقيم ومعتقدات وافكار، هالافكار وهالقيم كلها عم يخدم السوشيال ميديا. اذا ليس بالغريب انه هلا نشوف البنات عم تطلع وتتزوج مجتمعات اخرى، لانه ثقافتها عم تنبنى، عم نتشارك، صرنا عم نتجه للثقافه وحده عالميه اللي هي من خلال وسائل التواصل. وبالتالي من الطبيعي انه نشوف انه هن عم يتوجهوا للمجتمعات الاخرى ويقبلوا المجتمعات الاخرى. يعني احنا من الصعب انك تقولي انه اي كيف انا بدي اتشارك، لانه المعروف انه زوجين عم يتزوجوا بدهم يشاركوا الحياه العائليه، في حياه اجتماعيه، اهل من الطرفين. هلا عم نشوف انه ايه عم يقبلوا هذا الشيء، وعم يكون عندهم استعداد انه نحن نتشارك، وعم نسمع عن حالات يعني إيه عم بيعطوك صوره انه ايه هن توافقوا ومشيوا وحياتهم مستمره. فاذا هون انا عن امامي يعني كمان امر خطير كثير، وهو السوشيال ميديا، انه نترك ابنائنا طيله الوقت على السوشيال ميديا. اذا لغينا دورنا، تراجع دورنا نحن بالتربيه، وان ناسسهم على قيمنا وعلى ثقافه مجتمعاتنا، وبدأ ينطلق لثقافة جديدة. فإذا هون صار يعني تدخلي رح يكون تحصيل حاصل لما بيقرر ابني الزواج أو يقرر على أي خيار. طيب دكتورة، خلينا نسأل اليوم سؤال جدلي، ويمكن من زمان لهلأ هذا السؤال عم نحاول نلاقي له أجوبة تتناسب مثل ما بنقول مع الوقت اللي نحن فيه. المعايير اللي أنا لازم أختار عليها، واللي هي تختلف من زمان لمكان، ونحن وصغار كنا نسمع بأفلام الأبيض والأسود. صح. جيلكم غير جيلنا. صحيح. هي فجوة بين الأجيال والحضارات موجودة دائما. صحيح. فاليوم قديش نحن قادرين فعلا نتعامل مع معايير؟ هل في معايير ثابتة أم أن المعايير نفسها تغيرت؟ إذا أجينا للمعايير المثالية، عم نقول الصدق والاحترام والثقة، واللي يكون فيه وضع الاجتماعي، يعني التوافق ما بين الوضع الاجتماعي، التوافق الفكري، التوافق النفسي، التوافق العاطفي، نيجي لأرض الواقع ونشوف هل الكلام هو موجود. الحقيقة اللي منشوفه نحن على أرض الواقع مختلف تماما. صحيح. يعني الصبية المهم يجيب لها خاتم ألماس تقدم، يعني هذا هو الزواج عندها، لازم تعمل عرس، تصوره على السوشيال ميديا، لبسة خاتم الألماس، يعني طقم الألماس، هذا هو زواج المثالي، عرضته على السوشيال ميديا، كل الصبايا صار بدها تقلد، صار بدها نفس هذا الشيء. فلذلك بنشوف المعايير، يعني عم نشوف نحن كنا نقيس المعايير بشيء، حاليا تقاس المعايير بشيء اخر، يعني الضوابط اصبحت، يعني كانت العائله تتدخل وإلى دور، ويعني لا يمكن تجاوزها. حاليا عم نشوف الضوابط عم تختلف وعم تتغير. صحيح. وحتى عم نحسها غريبة علينا. لكن هذا ما بيعني انه ما زال في اسر لا بتمشي بالضوابط، هذا لا، حاليا زواج العائلات موجود، زواج خلينا نقول المناسبات
يعني صبايا اللي الأهل اللي عندها صبايا بتاخذهم على مناسبة اجتماعية وعلى مناسبة دينية لحتى تعرض بنتها أو ليتم خيارها من عائلة من نفس المستوى أو نفس المجتمع أو نفس العادات والتقاليد. ما زال هذا الشيء موجود يعني حاليا نحن بتناقض فظيع بمجتمعنا، وهالتناقض هاد مؤشراته خطيرة جدا. فلذلك بنشوف انه فعلا الخيارات عم تكون المعيار المادي عم يكون اساس حاليا. حتى لو ما في معيار مادي، يعني هلا في اشياء كثير عم نسمع اليوم بعيدا عن المعيار المادي، المعايير، يعني اليوم السمات اللي بيتصف فيها الشاب او الصبيه انه والله الشاب ظريف حباب، منه نسونجي، ما نوع عينه زايغه كثير منيح، يعني حتى هي المفردات ما كنتي تسمعيها. يعني بيقول لك شباب اليوم مو كلياتهم مثلا بيوت اولاد بيوت، يعني هي المفردات صارت يعني حتى مسموحه، قبل كان مش ممنوعه مفروضة. يعني والله هذا الشاب يا ماما ظريف طلع يعني ابن حلال، لا المفروض هي المعايير الاساسيه اللي انا لازم اتبعها كاسره اليوم، انه الشاب فعليا يعني يكون متعلم او مش متعلم، ابن بيت يعني هو فهمان متربي. اليوم حتى هي المعايير صارت يعني علامه فارقه إيه للاسف، يعني صارت صح. علامه فارقه، يعني لما اليوم بيقولوا لك من ميزاته للشاب ما كان عنده علاقه سابقه، هو ابن بيت وابن عائله، يعني لا هو المفروض هي الاساسيات صح. فهون لهيك عم نحكي عن اسس الزواج وخصوصيه الزواج، قديش هي المعايير والقيم اليوم عم تختلف، قديش واجبنا نحافظ على هي القيم والمعايير فعليا نحن نورثها لاولادنا، لانه انت يعني مسؤوله عن النواه الاساسيه بكل مجتمع. نحن عم نقول الاسره هي النواة الأساسية صح. لكل مجتمع. فعلا المعايير عم تختلف، يعني كان قبل ابن عيلة محترم، مؤثر اجتماعيا، مقبول، ناجح، متعلم، هلا حاليا مو ضروري يكون متعلم بس راكب سيارة أحدث موديل، عنده بيت بالمكان الفلاني، مو ضروري يكون يعني ابن عيلة، خاصة حالات الغنى اللي لقيناها من غير يعني أو عنده سمعة مشبوهة مثلا وين المصاري جاء يعني هذا صار مقبول صحيح إيه صارت هيك يعني، لذلك عم نشوف نحن شريحة طفت على المجتمع ما بنعرف منين اجت وهيك ركبت الموجه صارت هي يعني سيده المجتمع. وسابقا لا، كان ليكون هو يعني له وزنه بإشياء ومحترم اجتماعيا، في علم، في فكر، في عائله، في جهد، في عمل، في عمل، في يعني في شيء في عائله تعبانه على تربيه، يعني تعبانه على تربيه حاليا، يعني ما معروف منين عم يجي، ولا عم يكون هو لي. ولذلك عم نشوف انه نحن ظاهره هالشيء يعني صارت سائده، انه يعني هاد رح تكون مهدده بالخطر والانفصال، لذلك بنلاقي الطلاق صار كثير موجود لانه سهل. ما في شيء مبني على الحقيقه وعلى الصح. فاذا نحن بنرجع انه دورنا نحن لازم نوصل لابنائنا ونربيهم على هذا الشيء، وفعلا يرجع دور الاسره كما كان، ونخفف من المتغيرات الخارجيه اللي اصبحت عم بتحل محلنا، بتأثر صح. يعني نرجع نقعد مع اولادنا ونتحاور معهم ونوصلهم، نتشارك معهم هالعادات والتقاليد، نتشارك معهم هالاشياء اللي ربينا عليها لحتى هن ياخذوها، لانه معروف كل مرحله يعني إلى خصائصها، يعني بياخذها بالتقليد، بيقلد مثلك، بيصير يعني الاشياء اللي انت ما بتحبيها يعني ما بيعملها، اللي بتحبيها بده يعملها، هالاشياء ما بتجي هيك يعني بس يكبر لحتى طبعا. يجي له اياها، لا هي بتشربها من بالتدريج. خلال السنوات الاولى بعمره لحتى يطلع عندي انا شاب ناضج وعنده انتماء، عنده انتماء. وبنرجع بناكد على انت نرجع ننتمي لثقافتنا، لديننا، لاخلاقنا، لمعتقداتنا، لحتى فعلا نستمر بمجتمعنا. اكيد دكتوره، هلا كمان بنشوف ظاهره صارت موجوده كثير اللي هي بيسموها الناس الناصحة أو البعض بيسميها المنظرين، حتى عبر السوشيال ميديا بيقعد قدام الكاميرا وبيقول لك خمس خطوات لازم تنتبه صحيح. عليها إيه. إذا كان الشخص فيه واحد اثنين ثلاثة معناته هو ما بيحبك، إذا كان كذا لا تستمر معه بالعلاقة وكذا. هي كمان صح. بنت عند الأشخاص تقييم، فصار إنه مثلا هذا الشخص إذا قال هذا الجملة معناته هيك صح، مع إنه كل واحد فينا ممكن تختلف، ممكن أنا يكون عندي صفة سيئة بس ما قابلها فيها عشرة صحيح. جيدين يعني اليوم نقدر نعطي وصفة؟ فينا نقول وصفة؟ أبد. أولاً أنا لما بدي أعطي وصفة بدها تكون هالاستشارة مو وصفة، لأنه هون أنا ماني أمام أكلة، يعني أمام حياة، فأنا ممكن يعني أعطيك رأيي، أعطيك إدلي عليك ببعض الخطوط الرئيسية، الخطوط اللي هي تشوف أنت ما يناسبك هل تتوافق النصائح مع حياتك تأخذ فيها. فأما
أعطي وصفة هذا غلط. بالإضافة هدول اللي قاعدين على السوشيال ميديا وبيعطيك النصائح 1 2 3 بيعطي وصفات بالأصح، هدول ما بنعرف شو مرجعيتهم. يعني بنرجع لمرجعيتهم بنلاقي لانه مختص، لا ولانه حتى دارس كمان، إنما يعني حط وصور وزبط حاله، عمل عدد كبير من المتابعين وبلش يعمل يعني أعداد متابعين لحتى يكون خبير في تطوير الذات، خبير في هذا خطر إنه أنا بصير بدي أجي لهدول اللي بيلقنوني، يعني اعتمد على النخبة هي تعطيني كل شيء وأنا أكون يعني متلقي. بس هذا كمان بيعملنا نقص خضر لأنه ما في قدوة، يعني لما ما في قدوة يعني دائما نحن كنا نقول في قدوة. صحيح. يعني العوائل القديمة وإلى الآن بعض محافظ في كبير بالعيلة هو القدوة، بتلاقي هو الأساس. لما الشخص يعني خصوصا المراهقين أو هيدا الجيل يتجه ليقول أنه قدوته من السوشيال ميديا هاد أو هاد أو متأثر، هم كمان مشكلة لأنه غياب القدوة عنده بالعيلة ولا لا، لأنه راك مع الموجة حاليا هو عدم بقى يعني أعطاء الأهمية للقدوة. يعني سابقا كان لتاخذي قرار يعني بدك خل الأب والأم وبيجي الخال وبيجي العم وبيجي يعني مثلا كل عيلة ممكن يا العم يا الخال هو بيقرر، هو القدوة، نحن بدنا ناخذ برأيه شو بينصح شو بيقول. هلأ حاليا أصبح يعني عدم الاهتمام وعدم احترام هالقدوة وخلال هالشاب أو هالمراهق يطلع وراء قدوة أخرى من السوشيال ميديا، ما بقى عطى الأهمية والاحترام للقدوة اللي هي كانت بالعائلة. صارت قدوته مين عم بيعطيه معلومات على السوشيال ميديا، مين عم بيقول له هيك صح وهيك غلط. وهون نحن دورنا، يعني دورنا انه نترك يعني ابنائنا يلحقوا المجتمع ينفلتوا ما وراء ما هو متاح، وبعدين نجي نقول لا نحن بدنا اياهم يتمسكوا بمجتمعهم. انت هون بيجي دور العائله، لابد من ان العائله تحس فعلا امام هي خطر انه الابناء ينفلتوا من هالعائله، ولابد من انه يرجعوا يحتضنوا ابنائهم، يرجعوا يتقربوا من ابنائهم ويعرفوا يتعاملوا مع ابنائهم حتى يكونوا موجهين، لا ان يكون الاخر هو موجه لابنائهم. اكيد. يعني بختام حديثنا الشيق اليوم، الحديث ما بينتهي معك دكتوره، ودائما في معلومات. بدنا نشكر وجودك معنا دكتوره تغريد على كل شيء قلتي لنا وللمشاهدين. شكرا لك. شكرا كثير لك. بالاضافه انه انا عندي صار موقعي الالكتروني اللي اطلقته، اللي ممكن اي حدا بيحب يدخل عليه وياخذ اي استشاره، اللي هو استشارات سلوكيه واجتماعيه bsc.sy. يعني هذا تركته خاصه بهالظروف الصعبه واللي عم لاقي كثير الناس بس بدها مين يعني ينصحها، فاوجدته بالخدمه. اكيد وقتنا بسرعه خلص معك، وكنا سعيدين بوجودك الدكتوره تغريد مسلم، استاذه في علم الاجتماع. شكرا لوجودك معنا. شكرا لك. شكرا لك.